بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح، وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أما بعد، سعادة مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج الأستاذ سعود بن ناصر العثمان، وسعادة مشرف الوزارة الأستاذ محمد بن إبراهيم المجيديف، وسعادة مدير مكتب التربية والتعليم بالدلم الدكتور محمد بن صالح العسكر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمرحباً أيها الضيوف، وأهلاً وسهلاً بكم، ونقول لكم نزلتم أهلاً ووطئتم سهلاً. أهلاً بكم، حل الضياء بحلكم، البدر أمسى مشرقاً بقدومكم أيها الحفل الكريم. فكم قد حوت سفينتنا من الجواهر، واليوم هي في عرسها البهيج فرحة بكم وبخريجيها وطلابها المكرمين. فمبدأنا قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يسرنا أن نحلق بكم في هذه المناسبة لنحذيكم ونهديكم حفلاً يتسم بالبساطة، فبقدومكم ولقاؤكم هو الحفل والسرور. وخير ما نبدأ به آيات عطرات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب محمد بن عبد الرحمن العافج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسد